من موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والمقالات والعناوين الصادرة لهذا الصباح. بداية هذه الجولة ستكون مع صحيفة الشرق الأوسط والخضة داخل الطائفة السنية نتيجة الخلاف بين وزير الداخلية والبلدية بسام مولوي واللواء عماد عثمان. فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط: مفتي لبنان يبادر لإنهاء خلاف مولوي عثمان، إذ يسعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى إنهاء الخلاف بين وزير الداخلية بسام مولوي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بلقاء الطرفين اليوم ونهار الغد. وقد مهد لهذا اللقاء باتصالات أفضت إلى تأكيد حل الخلاف وسحب إعلان مولوي رفع الحصانة عن عثمان من التداول نهائيا. بطبيعة الحال يعود هذا الخلاف إلى برقيات أصدرها عثمان وعين بموجبها رؤساء لوحدات في مؤسسة قوى الأمن بالوكالة من دون التشاور مع الوزير مولوي. وقد توعد وزير الداخلية برفع الحصانة عن عثمان لمقاضاته في ملفات أمام القضاء. بطبيعة الحال هنا رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمي قال لصحيفة الشرق الأوسط إن الأمور ستعود إلى طبيعتها وينتهي الخلاف كليا، كاشفا أن المفتي سيستقبل وزير الداخلية صباح الاثنين على أن يلتقي اللواء عثمان نهار الثلاثاء، وذلك بغية ترميم هذه العلاقة بين الوزير والمدير العام. وقد جرى التوافق خلال اتصال هاتفي بين الدريان ووزير الداخلية، وقد تلقى على أثر هذا الاتصال المفتي وعدا من الوزير مولوي بتوقف أي اتجاه لرفع الحصانة أو الملاحقة القضائية عن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان حاليا أو في المرحلة المقبلة. من صحيفة الشرق الأوسط ننتقل الآن إلى موقع أساس ميديا: حزب الله يحاور المسيحيين أحزابا وفرادة. فكتب الصحفي قاسم قصير إن المسؤولون في الحزب يعمدون خلال الفترة الأخيرة إلى تكثيف التواصل واللقاءات الخاصة بعيدا عن الأضواء مع العديد من الشخصيات والهيئات والمرجعيات المسيحية الدينية والسياسية والفكرية. تهدف هذه اللقاءات وبحسب المقال إلى استماع إلى وجهة نظر هذه الجهات في مختلف الملفات والسعي إلى بلورة رؤية مشتركة قادرة على الرد على الطروحات الداعية إلى الفيدرالية والتقسيم ومعالجة الهواجس والمخاوف المنتشرة في البيئة المسيحية، كما والبحث عن حلول الأزمة اللبنانية وعدم حصر النقاش والحوار مع الأحزاب المسيحية الأساسية على الرغم من عدم استبعاد الحوار مع هذه الأحزاب بالمطلق. فقد تحول المجلس في حارة حريك إلى مقر للحوارات واللقاءات وربما تطوير العلاقة تحديدا مع البطريركية المارونية والوصول إلى قواسم مشتركة في العديد من الملفات. وهنا يتم الحوار مع الشخصيات على الشكل التالي وتتولاه ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي من خلال كتلة الوفاء للمقاومة، وهنا تتحدث بعض الشخصيات المسيحية التي تلتقي برئيس الكتلة النائب محمد رعد عن انطباعات إيجابية إزاء مواقفه ودوره على عكس الصورة الإعلامية والمواقف المعلنة التي يطلقها أحيانا. أما ثاني هذه المجموعات والتي تحاور فهي المجلس السياسي في الحزب، والذي يطلع هؤلاء بدور مهم تحديدا فيما يتعلق بالحوار مع البطريرقية المارونية الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. أما ثالث المجموعات فهي قيادات الحزب الأساسية من أعضاء الشورى والقيادات المناطقية. فهناك قرار أساسي لقيادة الحزب بالحث أو يحث على الانفتاح على الجميع. فهل تنجح هذه الحوارات في تحقيق هذا الهدف؟ وهل تنجح الشخصيات والمرجعيات المسيحية في إقناع قادة الحزب بعدم حصر خياراتهم ضمن اتجاه واحد أو مرشح واحد للرئاسة؟ وأهمية الوصول إلى رؤية وطنية مشتركة مع مختلف مكونات الوطن. من أساس ميديا سوف نعود إلى موشات صحيفة النهار التي التقت كانت لها مقابلة مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. المجموعة الخماسية هل تقترب من المرشح؟ وجعجع للنهار تتجه طبعا، يعني جعجع للنهار يقول بأن هذا الحوار لن يؤدي إلى أي نتائج. فتتجه الأنظار من اليوم إلى ما يمكن أن يحصل من مشاورات بين وزراء خارجية دول المجموعة الخماسية المشاركين في أعمال افتتاح الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. فلا معطيات واضحة بعد عن اتفاق الدول الخمس على مرشح واحد أو اتجاه لدعم مرشح محدد تحت مواصفات تتفق عليها هذه الدول. من هنا تكتسب الأمور حساسية عالية يصعب معها الجزم مسبقا بالاتجاهات التي ستقررها المجموعة الخماسية. في الانتظار كان لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع موقف بارز عبر عنه عبر النهار حيال المناخ الناشئ غداة جولة
دولة لودريون، وذلك أن جعجع أوضح أن أجواء دول الاجتماع الخماسي تشير إلى أنه جاء الوقت للانتقال إلى مرشح ثالث بعد مرور سنة على غياب الانتخابات الرئاسية وتجربة الأفرقاء المعنيين حظهم في مرشح أو أكثر. هذا وأوضح جعجع أن هذا ما جعلني أقول إن ثمة مستجدا من شأنه تحريك الأوضاع إيجابيا، لكن ما حصل أن فريق الممانعة رفض هذا الطرح بشكل عام. وأشار جعجع إلى أن كل ما سمعناه في الطرح الملهات المسمى بالحوار بات معلوما أن محور الممانعة يقصد من خلاله فقط ربح الوقت. من العناوين التي وردت أيضا في الصحف اللبنانية اليوم والتي تستحق القراءة والاطلاع عليها، فقد أوردت صحيفة النهار: مصرف لبنان أوقف الدعم نهائيا، فماذا بعد أيلول؟ إعادة الودائع ليست مهمة مستحيلة. ولكن أيضا من المواضيع في صحيفة الأخبار: موت التعليم الرسمي، إفلاس صناديق المدارس أيضا يهدد إطلاق العام الدراسي، وهذا ما يحدث صباح اليوم الذي وكبناه مع الزميلة ربا الفرن. في صحيفة نداء الوطن: قبرص عن النزوح السوري، إذا انهار لبنان فستواجه أوروبا كلها المشكلة، أسبوع قطري لقائد الجيش وبري يشاغب بالحوار. أما آخر المواضيع المهمة أيضا الواردة في الصحف اللبنانية اليوم، وفقد ورد في موقع لبنان الكبير: حركة قطرية محدودة وتواصل سري مع حزب مسيحي كبير. الموضوع الأخير الذي تتوقف معه لهذا اليوم قبل استضافة كاتب المقال الصحفي حسن الدر، فقد نشرته صحيفة اللواء: بري للواء، سأدعو إلى الحوار في أوائل تشرين وأنا سأديره. فكتب الصحفي حسن الدر: تحدث رئيس مجلس نواب نبيه بري لصحيفة اللواء أنه يقصد بجلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس على طريقة انتخاب بابا روما في أوضح من هيك. وكشف أيضا للواء أنه سيدعو إلى الحوار في أوائل تشرين إذا لم تحدث أي مفاجأة، فما زال الوقت أمامنا. وقد سمع بري بأن القطريين سيأتون إلى لبنان بطرح ما، كما أكد بري للصحيفة عينها أن سأدير الحوار وسيكون معي النائب إلياس بوصعب، معربا عن ثقته من احتمال الوصول إلى حل ومشيرا إلى أنه حريص على مشاركة الجميع، فالمرحلة حساسة ولابد من مشاركة الجميع ليكون الحوار منتجا ومثمرا، فلننتظر مواقف القوى النهائية لنبني على الشيء مقتضاه. هذا وتترقب مصادر نيابية متابعة لحركة الاستحقاق الرئاسي الموقف الأمريكي الفعلي لا الإعلامي، وتقول للواء أن القرار الأخير سيكون للإدارة الأمريكية في حل أزمة الشغور الرئاسي، وربما كان مبنيا على مسار ومصير تطور العلاقات الإيرانية الأمريكية ومفاوضات الملف النووي، وربما يكون في جعبة أمريكا اسم المرشح الذي تريد.